بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. أيام لم تغرب فيها شمس الانتصارات عن الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 672 من ملك وكتابة، والتي تأتي في غضون أيام الأهلي والسعادة. مؤكد أخبار في كل اتجاه تفرحك. على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد القانوني الحق بينصف، على الصعيد طبعا كرة القدم السعادة الكبرى. عشان كده مؤكد أنها حلقة ثرية جدا فيها الكثير من التفاصيل المبهجة لكل عشاق وجماهير النادي الأهلي، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، خلصت فيك كل الكلام. الغربال، وسارت الأمور كما خطط لها. بعظمة لسانه، إذا الأهلي دوما أراد الانتصار. الشموع الحمراء، محمد محمود باشا. أسرار الملك، فيليكس الصفقة الذهبية. وأخيرا مجلتنا، اليوم ومن 40 سنة.